ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه، قال كتاب الصلاة، قال باب تفريط مواقيت الصلاة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني عطاء وعبد الرحمن بن عامر عن عطاء ابن يحنس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خشيت من العصر فواتا فاحذف الركعتين الأوليين، فإن سبقت بهما الليل فأتم. نعم. قال: فإن سبقت بهما الليل فأتم الأخرين وطولهما إن بدا ذلك. شرحنا هذا الحديث. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. ولذلك قلنا الأخرين هذا تقريبا صحيح أنها إيش؟ ركعة. ولأن الإنسان قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عطاء ابن أبي يحنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن خشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى الشمس، فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة. لأن أنت خلاص أصبحت في مأمن. تعالى باش لبعض بقى، اختم الباب بسرعة. قال عبد الرزاق من غير إسناد. خلاص. ما أبو دايل العقيلي قال: بلغني أن العبد إذا صلى لوقتها سطع لها نور ساطع في السماء، وقالت: حفظتني حفظك الله. يا رب اجعلنا نحافظ على الصلاة. يا رب اجعلنا من أعظم ناس حفاظا على الصلاة في وقتها يا رب العالمين. وإذا صلىها لغير وقت طويت كما يطوى الثوب الخلق. الخلق أشرف لا يسكت، وصوتك واصل لأقاصي المغرب مع أحمد، فأنت الشغل متين بقى عندك بالزاف. يبقى إذا نقول بأن الناس قد عم عليك. تفضل. قال: طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن زيد بن الفياض قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: لولا أن رجلا صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ثم مات كان قد صلى الغداة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر قال: سمعت من يقول: إذا خاف طلوع الشمس حذف الركعة الأولى وطول الآخرة. حذف يعني إيش؟ قصر. حذف مش حذف. شوف هو هذا معنيه. لو قلنا بالمجاز فين العلاقة هنا؟ حذف الركعة الأولى علاقة حالية ولا محلية؟ الحالية. إذا نقول هنا إخوتي الكرام، ما الأصل كله دائر على قول الله تعالى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. فهنا قال له يعني: بادر بركعة الأولى فإن سبقت الشمس فلا تعجل، طول بقى كيف ما شئت، لان انت اصلا لا تخشى ايش الشروق، لانها اشرقت وانت قد حظيت بايش بادراك الصلاه. فهي اداء في كل الاحوال. فهذه باب ركعه. واما الحديث الثاني قال له: اذا صلى وقتها سطع لها نور، وهذه معناها المحافظه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال قال: صلاته لوقتها. وفي روايه ضعيفه والمعنى صحيح: صلاته لاول وقتها. و نعم. حكم المرفوع ده قالوا ان الرجل تاجك الثوب الخالق فتدخل في الرجل صاحبها، هذا حكم مرفوع قال بلغني. لا ليس له حكم المرفوع. نعم. مش سيبك ده، هذا بداية ده اصلا ده طبقة غير طبقة التابعين، حتى مش ده تابع التابعين، ده طبقة من تابع التابعين، فاهم؟ ده حتى مش مقطوع. كلام غير صحيح. لكن المهم ان افضل الاعمال ان تحافظ على الصلاه، وهذه علامه الايمان، لان الله جعل علامه فارقه بين النفاق وبين الاخلاص، وهو الصلاه. الله على حد بينه وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. قال هنا قال: سمعت من يقول: اذا خفت طلوع الشمس حذف، يعني قصر في الركعه الاولى. لما؟ ليدرك، لان النبي قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. الفاظ مستنبطه: افضل الاعمال الصلاه لوقتها. الجزء يأخذ حكم الكل على التأصيل العام إلا ما دل الدليل على الإخراج. من وين بقى هذه الفائدة يا أستاذ نصير؟
ماشي مهم. ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركت الصلاة. أين أنت أيها النمري؟ زفت أخذتك من أخذتك منا ولا إيش؟ عظيم رحمة الله بالعباد، حتى المفرط جعل له فسحة للإدراك، حتى المفرط جعل له فسحة للإدراك، وهذه من عظيم رحمة الله بالعباد. الواجب الموسع من عظيم رحمة الله، وأيضا إدراك الصلاة كاملة بركعة هذا من عظيم رحمة الله. أسأل الله فلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.